الناس بقت تحسب ان ليلة القدر لا تساوي 83 عاما من عمر الانسان ويعني وطول عمرنا بنسمع ان ليلة القدر وهذا تساوي يساوي الامر ثلاثة. كله. نعم صحيح صحيح. لا، هذا معنى قاصر جدا جدا. الآية لم تقل ليلة القدر كألف شهر، إنما قالت خير من ألف شهر. كلمة خير، ما مدى الخيرية؟ هل تساوي الألف ولا مليون ضعف ألف ولا مليار ضعف الألف؟ مفتوحة، هذه واحدة. الثانية، هل الألف مقصودة في ذاتها؟ أقول وبالله التوفيق، بحثت في الآية الحقيقة فذهلت. الألف لقب من ألقاب الأعداد، الصحابة لم يكونوا يعرفوا أعلى منه. وهنا مهمة نفهمها، اللفظ يفهم على فهم الصحابة لهم، لا لللفظ. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، نحن نفهم أقرأهم أكثرهم قراءة. فلو طبقناها على الواقع سنقدم القارئ المتقن المحترف القراءة على الفقيه. الصحابة لا، فهموا أقرأ القوم أفقههم للمقروء، فقدموا الفقيه على القارئ. فقوله يا أم القوم أقرأهم، في اصطلاح الصحابة أفقههم وأفهمهم المقروء، لأنه يستطيع أن يتصرف إذا وقع خطأ الفقيه، لكن القارئ الذي لا يحسن الأحكام سيضيع المصلين. إذن اللفظ يفهم على فهم الصحابة. ما معنى الألف هنا؟ أكبر عدد يعرفونه، ولذلك الصحابة لم يكن عندهم لا مليون ولا مليار ولا ديشليون، فكانوا يقيسوا الأمور كلها بالألف. وهذا ما صرحوا به. قالوا ثروة عبد الرحمن بن عوف كان عنده من الإبل ألف ألف، لم يقولوا مليون، وكان عنده من الغنم ألفي ألف، يعني 2 مليون، لم يصرح بلفظ مليون، فكان القياس بالألف. بل ثبت في الحديث أن أحد الصحابة كان يقال له ابن أوس، وأعرابي بسيط من الصحابة، كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحدث صحابته عن نبوءة ستقع، فقال صلى الله عليه وسلم: ستفتحون الحيرة، الحيرة العراق. ثم ذكر وقعت عين صلى الله عليه وسلم، قال: ستفتحون الحيرة وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروطها السود على بغلتها السمراء. ابن أوس الصحابي البسيط الأعرابي هذا يقين بالله ويقين بكلام الرسول عجيب. لما سمع هذا الحديث انبرى من بين الصحابة وقال: يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء مقسمي، يعني تكون نصيب الغنيمة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أوس هي لك. هذه نبوءة وبشرى، بل بشائر لابن أوس أنه سيعيش وأنه سيدرك فتح العراق وأنه سيظفر بالشيماء، وقد كان. وقع هذا في خلافة عمر، فتحت الحيرة في خلافة عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. وكان ابن أوس أحد المقاتلين، ورحى المعركة دائرة، وابن أوس عينه دائرة يبحث عن الشيماء، حتى رأى امرأة بمروط سود على بغلة السمراء، فجرى وراءها، قال: أنت الشيماء؟ قالت: أنا الشيماء. قال: صدق الله صدق رسوله، وسجد الله شاكرا، وأخذ بخطام بغلتها وانطلق إلى قائد الجيش، قال: هذه الشيماء خصمي. قال: من أعطاها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يسمع رسول الله دي، الكل يتوقف يسلم: رسول الله؟ قال: نعم. قال: ومن منعك عطيته؟ لكن قسمة الغنائم ليست حقي بل حق أمير المؤمنين عمر. قال: وأنا مع الغنائم إلى عمر، لن أترك الشيماء. وانطلق إلى عمر، فلما وصل المدينة انطلق إلى عمر والشيماء معه. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الشيماء قسمي من غنائم الحيرة. قال: من أعطاها لك يا ابن أوس قبل قسمة الغنائم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أعطنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطنيها رسول الله. عمر وقف، رسول الله، ومن يمنع عطية رسول الله؟ فقال يا ابن أوس، يستوثق فقط، من يشهد لك؟ قال: فلان وفلان. فشهد الله صحابيان أن النبي قال: هي لك. بكى عمر، قال: هنيئا لك، عطية رسول الله لك، من يمنعك عطية رسول الله لك؟ عمر بكى. النبوءة تقع في زمن عمر، في خلافة عمر، هذه تهز كيان عمر وتهز كيان الصحابة، هذه الحقائق التي وقعت لهم
وعاشوها. نعم. تزيدهم يقينا على يقينهم وإيمانا على إيمانهم وخشية لربهم. فالصحابة أرادوا أن يفطموا ابن أوس. قال ابن أوس إن لها أخا لم يقع في الأسر، وإنه لا محالة آتيك ليفتدي أخته، وإن له من المال كنوزا، فسله ما شئت سيعطيك. اعتبر هذه صفقة العمر واسأله ما استطعت من المال. وبالفعل ما توقعه الصحابة حدث، وجاء أخوها وقال يا ابن أوس سلني من مالي ما شئت واعطيني أختي. فتح له أبواب خزائن، فإذا ابن أوس يقول اعطيني 1000 درهم. تعجب الصحابة، الرجل أعطاه 1000 درهم وأخذ أخته وصرف. قال يا ابن أوس ألم يفتح لك الرجل أبواب خزائن ويقول لك سلني من مالي ما شئت، لماذا لم تسأل أكثر من ذلك؟ قال وهل في العدد أكثر من 1000؟ هذا هو الشاهد. وهل في العدد أكثر من 1000؟ كان الصحابة يفهموا أن 1000 أعلى رقم. فلما يقول تعالى ويخاطبهم بهذه العبارة ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير من أكبر عدد تعرفونه. عرفنا 1,000,000 خير من 1,000,000، عرفنا 1,000,000,000 خير من 1,000,000,000، عرفنا 1,000,000,000 خير من 1,000,000,000. إذن الأمر أجل وأعظم من تصوراتنا. ليلة القدر خير من كل هذا. مش تساوي عمر 3 سنين عام، لا، ده تساوي أعمار الخليقة. هذه أعظم ليلة خصها الله عز وجل بهذه الخصيصة. وكيف لا، وقد بينا أن الله أحدث فيها حدث كوني فقط، لا، ده بين النبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن نفسه في السورة أن هذه الليلة كل عام يأذن الله بإقامة احتفال كوني فيها. أقول احتفال كوني، رب العباد يأذن لملائكته من كل مهامهم التي يعملوا فيها في كونه المبثوث الواسع جدا، السماوات والأرض ذرة صغيرة جدا في ملك الرب، يأذن الله بجمع مليارات الملائكة، يستمر نزولهم من السماء إلى الأرض في ليلة القدر ليشهدوا من قام هذه الليلة، يشهدوه وليشهدوا له يوم القيامة. وفي هذا يقول تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة، وتنزل للتنجيم، يبدأ نزولهم من غروب الشمس إلى أذان الفجر، يستمر النزول الليلة كلها، أعداد 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 لتشهد هذا المشهد، لتشهد من قام لله هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل أمين وحي السماء الذي انقطع نزوله عن الأرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يأذن الله له كل عام لينزل في هذه الليلة مع الملائكة فيشهد من صلى لله في هذه الليلة ومن قام لله في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يأذن الله لهم بهذا النزول الكبير وهذا الاحتفال الكبير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ستستمر على هذا النحو إلى أذان الفجر. هذا الترتيب الرباني العجيب الكبير جدا أذن الله فيه لتكون ليلة القدر ليلة احتفال كوني، ليلة احتفال رباني يشهدها هذا الجمع الكبير جدا من الملائكة، ورب العباد ينظر لملائكته فيها ويغفر فيها لأكبر عدد من المسلمين وأكبر من عدد من القائمين، بل يغفر فيها ليس ذنبا، يتفضل في هذه الليلة ليغفر لمن قامها ذنوب العمر كله.